أنا اسمي صونيا طرخاني ونخدم في جمعية روسية للتقاعد للمرأة المنقولة جنسيا من السودان. جينا اليوم وجبنا معانا الوحدة المتنقلة متاعنا اللي هي إيكيبي بتسكيي جينيكولوجي باش نعملوا تقصي سرطان عنق الرحم وتقصي سرطان الثدي. والله نقاو حالات ما نكذبش عليكم، نقاو حالات حتى فنقاو قاعدين نلقاو في دي كونسير ودي كونسير ديفلوبي خاطر مالوغوزمون الانسان ما يتفقدوش الريحه وصير اخر حاجه هي باش تهتم بالدرع، تهتم بالصغير، بالراجل، بالدار، بالكل، حتى كي تفيق عندها حاجه تسكت تقول يا خلي خلي خلي. على هذاك قاعدين واحنا ما جاتنا الفكره باش نعملوا اليونيتي موبيل هذايا باش نقلوا بها الا لاحظنا انه النساء يجيو في حالات كونسير متقدمه. المرأة الريفية ياسر ما تمشيش تفقد روحها، حتى اليوم أو لقينا مثلا حالات اللي عندهم دي نودول في السان في الثدي نتاعهم، قلت أنا بعمري ما تفقدت روحي. نتبعوهم ونوجهوهم احنا ساعة نقراو الفروتين الفحص نقراوه ونرجعوه هوني الحالات على خاطر النساء ناخذوا نوامر تليفونهم الكل، كلموهم نعطيهم الواحد ونوجهوهم. تو مثلا وحده لقيناها وجهناها الام والطفل باش هما يوجهوها بعد مستشفى وصلنا. والله احنا كجمعيه السنه الفارطه سجلنا 44 حاله كونسير في عنق الرحم. كلهم في صفوف المرأة الريفية ولا؟ المناطق الريفية وحتى في الريح، خاصة في النساء اللي يخدموا في المعامل وفي الفلاحة. النساء المرأة تخدم في معمل ما تمشيش تتفقد روحها خاطر نهار ما تخدمش ما تخلصش، ما تحبش يعرفوا اللي هي عندها حاجة اللي هي مريضة، ديما صحيحة وديما تجري وديما قوية المرأة. وهي نفيقوا بهم ولقينا حالات ووجهناهم، واحنا المشروع هذا معانا بالاشتراك مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري. اليونيتي موبيل قلت نتنقلوا في اي منطقه وين يعيطونا احنا نمشي ونتنقلوا، بالعكس نفرحوا. الجمعه الاخرى احنا في تلسه، الجمعه هذه هوني في كل بلاصه، والجمعه الجايه عندنا معمل في سيدي حسين نمشي ونتنقلوا. واحنا نقراو احنا الجمعيه نقراو لي فوتي بلاش، لي فوتي نقراهم بلاش، والماتخيال من عندنا احنا، والوحده المتنقله فيها ايكوغرافي مامير ابدومينال اي فاجينال في 300. الدكتوره اللي تعمل الفوتي المرايده ولا تعمل لها الفحص تاع الثدي وتشك تعمل لها ايكوغرافي. ان شاء الله ان شاء الله ندبروا ماموغرافي، خاطر المشكل انه في المستشفيات ياسر ثم نقص في الماموغرافي اللي هي لازمه. ثم عباد يتنقلوا من ولايه لولايه باش يمشيوا يعملوا. هذايا باختها هذايا بالنسبه لسرطان الثدي. السيده معنيين انتم كجمعيه؟ السيده نعملوا نمشيوا وين الشباب اكثر حاجه، السيده نمشيوا للشباب، نمشيوا مش ليسي ولا من 18 سنه وانت طالع نعملوا لهم التحليل. وفما حالات في بالطبيعه والسيده في تونس ماشي ويطلع برشا، ثم بلدان النوم تاع لي نوفو كا ماشي ينقص. احنا في تونس بويسكو الريجيون مينا الكل شمال افريقيا والشرق الاوسط النوم تاع لي نوفو كا تاع السيدا ماشي يتزايد. احنا في تونس مستانسين سجلوا بين 80 85 حاله في العام في الجمهوريه التونسيه بعد الكوفيد، ولينا 88 حاله في جمعيتي انا برك. نعتسني سنة 88 حالة في جمعيتي أنا بقى. معناتها من جام في نحن تو في آخر فريق عام ناوي عام ناوي الإحصائيات ناخذوهم ديما تاع عام، خاطر العام نوفا في ديسمبر، في ديسمبر عام ناوي مثلا 419 حالة في سيدا. هذوما سيدا ناس ولا راهو سيدا كلهم شباب كلهم شباب. سيدا على شونجي دو سيبلاج، راهي بدلت السيبلاج نتاعها، شباب وشباب مفقر زاد قاري ويخدم وكل.